أشارت وزارة البيئة والشؤون المناخية إلى انتشار الغزلان البرية في أغلب محافظات السلطنة، ونظراً لكثرة الصيد الجائر فقد اتخذت هذه الغزلان من المناطق البعيدة عن السكان والمناطق الوعرة مرتعاً لها، وهناك نوعان منها في السلطنة وهما الغزال العربي وغزال الريم. وأكدت الوزارة أن القوانين الموجودة رادعة لكل من تسول له نفسه صيد الغزلان البرية، ولكن تكمن المشكلة بعدم إنفاذ تلك القوانين من قبل الجهات المختصة، لافتة إلى أن مخالفات صون الطبيعة التي يتم ضبطها في مختلف محافظات السلطنة تتنوع بين مخالفات صيد وتهريب أنواع الحياة الفطرية ودخول المحمية الطبيعية.